مرحبا، كيف الصحة أصدقائي؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معكم عبد الرحمن، ورح كون معكم اليوم بفيديو بنحكي فيه عن أفضل 5 جامعات خاصة بتدريس الطب البشري في تركيا. إذا مهتمين بالموضوع تابعوني لآخر الفيديو، أو فيه رح يكون بصندوق الوصف لينك لمقالة مكتوب فيها كل التفاصيل، أو بإمكانكم تراسلوني مباشرة على رقمي على الواتساب الواضح على الشاشة، أو كمان موجود لينك بصندوق الوصف بيوصلكم مباشرة لعندي على الواتساب. ايضا للطلاب اللي حابه تدخل للجامعات الحكوميه وبدها تدرس اليوس او السات، بحب اذكركم انه بمركز الخوارزمي الاكاديمي عندنا كورسات لتحضير اليوس والسات. اذا حابين تستفسروا عنها او تسجلوا فيكم تتواصلوا معي مباشره على رقمي على الواتساب. الطب البشري هو التخصص اللي بيسعى لدراسته أكثر الطلاب حول العالم، وذلك نظرا لمستقبل الطالب ومكانته الاجتماعية ومكاسبه المادية. وبتركيا وزارة التعليم العالي بتعطي اهتمام خاص للطب البشري سواء كان بالجامعة الحكومية أو الخاصة، وهالشي خلى الكليات الطب البشري التركية تحتل المرتبة 12 على مستوى العالم. وعدد الجامعات التركية اللي بتدرس الطب البشري بيتجاوز 100 جامعة بين جامعة حكومية وخاصة. بهذا الفيديو رح نحكي عن أفضل 5 جامعات خاصة من بين الجامعات. واختيارنا للجامعات مو كان مبني فقط على الترتيب العالمي للجامعة، وإنما كان مبني على آراء الطلاب اللي سجلناهم فيها، وعلى جودة التعليم بالجامعة وإدارة الجامعة والكادر التدريسي فيها. والجامعة الأولى معنا هي جامعة أطلم الموجودة في العاصمة أنقرة، واللي تأسست بهدف تقديم تعليم ذا جودة عالية. وبيدرس بجامعة أطلم عدد كبير من الطلاب الدوليين، ومما يميزها هو الاعتراف فيها بأغلب الدول العربية والأجنبية، ومستوى الجامعة الرفيع بين الجامعات التركية، بالإضافة إلى تدريسها باللغة الإنجليزية لأغلب التخصصات. وتعتبر جامعة أطلم من أفضل الجامعات الخاصة اللي بتدرس الطب البشري، وأثبتت مكانها فعلا ضمن هذا المجال، وبتدرس الطب البشري باللغة الإنجليزية، ورسومها هي 16,000 دولار سنويا. والجامعة الثانية معنا هي جامعة البيروني اللي بتقع وسط اسطنبول في منطقة توبكابي التاريخية، وهي الجامعة من الجامعات التركية العريقة واللي بتتميز أيضا بتدريسها للتخصصات الطبية. وأعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة من الأكاديميين ذوي الخبرة الواسعة، وبيتمتعوا أيضا بالأداء البحثي العالي. وبتدرس الجامعة الطب البشري باللغتين الإنجليزية والتركية، وبتبلغ الرسوم للطب البشري باللغة الإنجليزية 20,000 دولار، أما باللغة التركية فهي 17,000 دولار. ولكن بعد المنحة اللي بيأمنها مركز الخوارزمي رح ترجع الرسوم بالنسبة للدراسة باللغة الإنجليزية ل 16,200 دولار، أما بالنسبة للغة التركية فهي 13,770 دولار. وهلأ بنجي للجامعة الثالثة واللي هي جامعة اسطنبول أيدن. تقع اسطنبول أيدن في منطقة فلوريا السياحية في مدينة اسطنبول، وتعتبر جامعة اسطنبول أيدن الوجهة الأكثر تفضيلاً للطلاب الدوليين، حيث يبلغ عدد الطلاب الأجانب فيها أو يزيد عن 5500 طالب من 120 دولة حول العالم. والجامعة معروفة أيضاً بكادرها التدريسي الرائع وجودة التعليم وقوة شهادتها. وبتدرس الجامعة الطب البشري باللغتين الإنجليزية والتركية، وبتبلغ الرسوم السنوية للتدريس باللغة الإنجليزية 22,000 دولار، أما التدريس باللغة التركية فرح تكون رسومها 16,000 دولار. والجامعة الرابعة اللي معنا هي جامعة اسطنبول ميديبول، تقع في مدينة اسطنبول على حافة القرن الذهبي، وتعتبر من أفضل الجامعات التركية بتدريس التخصصات الطبية، ولهذا السبب هي أول جامعة بتسكر باب استقبال الطلاب لهذا الفرع. وأكثر شيء بيميز جامعة اسطنبول ميديبول أنها بتعطي الفرصة لطلابها للتدريب ولممارسة المهنة في مستشفياتها الخاصة. وبتدرس جامعة اسطنبول ميديبول الطب البشري باللغة الإنجليزية برسوم سنوية 35,000 دولار، ولكن بعد المنحة اللي بيأمنها مركز الخوارزمي رح تصير الرسوم 23,800 دولار. وهلأ معنا الجامعة الخامسة واللي هي جامعة مالطبة، وتقع في منطقة مالطبة بالقسم الآسيوي من مدينة اسطنبول. وبما يميز الجامعة كونها أكبر منطقة حرم جامعي بتركيا، تقع في وسط غابة الصنوبر المسماة قرية مرمرة التعليمية، إضافة لبرامجها التعليمية اللي تتحدث باستمرار وفقا لتطورات اليوم وأعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والاختصاص.
وكون جامعة مالطا بعد مشارك برابطة الجامعات الأوروبية هالشي منحها اعتراف دولي. إضافة إلى ذلك هو السبب الأكبر اللي خلانا نضم جامعة مالطا لضمن أفضل 5 جامعات بتدريس الطب البشري بتركيا، وهو إنه الجامعة بتقدم وفقط من خلال مركز الخوارزمي الأكاديمي فرصة لدراسة الطب البشري بأرخص سعر بين الجامعات التركية، وسعرها رح يكون باللغة التركية هو 10,000 دولار، أما بالنسبة للدراسة باللغة الإنجليزية رح يكون السعر هو 14,000 دولار. وهيك بنكون خلصنا الفيديو وحكينا عن أفضل 5 جامعات خاصة بتدرس الطب البشري في تركيا. إذا حابين تسجلوا أو حابين تعرفوا تفاصيل أكثر فيكن تتواصلوا معي على الرقم الواضح على الشاشة على الواتساب، أو فيكن تتواصلوا معي مباشرة من اللينك الموجود على بصندوق الوصف. أيضا بصندوق الوصف موجود لينك لمقالة موجود فيها كل التفاصيل، فيكن تدخلوا وتطلعوا عليها.